يقول فإن لم يجد سقطت عنه، وذلك أيضا على ما ظهر لحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. ولا تبقى في ذمتي، لا تبقى في ذمتي، فينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، أنه إذا لم يجد هذا فإن هذا يسقط عنه. ولو كان الصيام بعد الإطعام ما سقط عنه الصيام، ولكن الذي أسقط الصيام عدم القدرة، وأسقطه كذلك عدم القدرة على الإطعام، وانتهى، لأنه آخر ما يجب على الإنسان من أمر الكفارة، من أمر الكفارة. وهذا يختلف عن كفارة اليمين، يختلف عن كفارة اليمين، وذلك أن كفارة اليمين يجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد يجب عليه أن يطعم، وإذا لم يجد وجب عليه أن يصوم. وإذا لم يستطع الصيام حال ذلك، حال وجوب الكفارة عليه، هل يسقط عنه الصيام؟ لا يسقط عنه الصيام، بل يقال بأنه باق في ذمته، فإذا متى ما استطاع، كان يكون مثلا به مرض عارض أو نحو ذلك، بخلاف الفقر، الإنسان قد يكون فقير اليوم، لا يقال أنه يبقى في ذمته لأنه سقط عنه في الحال. والذي أسقط الصيام أسقطه الخيار الذي بعده، وهو الإطعام، والذي أسقط الإطعام الفقر، أسقط الإطعام الفقر. وأما بالنسبة للصيام فإنه آخر الكفارات في أمر كفارة اليمين، فيقال يبقى في ذمة الإنسان إذا لم يستطع، فإذا صح بعد مرض أو أقام بعد سفر فيجب عليه أن يصوم.